الزمالك الاتحاد الافريقي لكره القدم تواصل مع نادي الزمالك لابلاغه باستضافه الدوحه للسوبر الافريقي رغم رفض نادي الزمالك السفر وخوض المباراه هناك. وهيكون في اجتماع لمجلس اداره نادي الزمالك لمناقشه الموقف، وهيتم تجهيز ملف لارساله للمحكمه الرياضيه الفتره اللي جايه، لان نادي الزمالك شايف ان اقامه المباراه يعني مش موافق وان هو في مكان غير مبرر. وكلام بقى هنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه.